دفنينه سوا. احنا دفنينه سوا، ما تحلفش بيه. هو اللي دفنينه سوا؟ احنا دفنينه سوا، مثل شعبي عام تراثي مصري يستخدم للتعبير عن معرفة قائله بما يفعله شخص المقابل له، وإنه لا داعي لإخفاء الحقيقة عنه، فهو سر حاصل بين شخصين، لكن ما قصته؟ امتى بتقولي احنا دافنينه سوا؟ امتى؟ لما يكون في سر بيني وبين شخص وجاي بيتحدث، فبرد عليه وقال له احنا دافنينه سوا. اتنين اصدقاء ما بينهم سر مثلا ولا حاجه، او كانوا ماشيين مع بعضيهم وبتاع وايه عشره، فالتاني يجي مثلا ايه يسيع عليه او ايه او يشتغلوا في الكلام بتاعه، وهو قايل له ايه بس بقى احنا دافنينه سوا. المثل دوت طبع لمؤاخذه لما يكون ايه انا عارف سر زميلي وزميلي عارف سري، فبيجي مثلا يعمل عليا ناصح قوي بقول له ايه احنا دافنينه سوا، يروح قاطم على طول. امتى بتقولي احنا دافنينه سوا؟ انت بتقولي احنا دافنينه سوا؟ لما بيكون في موضوع كده وحد هيحاول يعمل عليا اقول له بطل بقى وبطلي بقى، ده احنا دافنينه سوا. لما حد مثلا بيجي بيقول هو بيعمل حاجه وبعد كده بيجي يتغير او ينكرها ويقول للناس ان الحاجه دي غلط، واحنا كده يعتبر دافنينه سوا، يعني احنا هو بيعمل كده. اتولدت جديد المثل ده لما يبقى في حاجه سر بين اتنين هم عارفين. لكن يا ترى هو ايه اللي دفنوه سوا؟ حكايتها كان ان اتنين مفلسين، وبعدين واحد تاني قال له عايزين فلوس باي طريقه، قال له نجيب فار وندفنه ونعمل له حته مقام كده وشلاه يا سيدي الفار ونلم النفحه دي. اتنين كان عندهم حمار، اتنين اصحاب، الحمار مات راحوا مدفنينه وعامل له مقام وسموه سيدي حمار. عملوا ولموا فلوس، بداوا يتحاسبوا شكله مع بعض، فواحد تاني قال له وحياة سيد الفار انا حسابي مظبوط، قال له لا ده احنا دافنينه سوا. قال له وحياة سيد حمار انا ما خدت حاجه، قال له لا ده احنا دافنينه سوا بقى ما تحلفش بيه بقى. ما بيحلفش، بيقول له وحياة سيد حمار انا ما خدت ولا مليم. قال له لا ده احنا دافنينه سوا. امتى بتقول احنا دافنينه سوا؟ والله انا ما اعرف حاجه. انتوا ايه يعني عاوزين ايه؟